إلياس مستثمر من ولاية برج بوعريج اختار خوض تجربة في مجال إنتاج الأجبان بمختلف أنواعها بالنظر إلى حجم الطلب عليها وتزايد استهلاكها في السوق الوطنية. تنتج وحدة الإنتاج هنا بالدرجة الأولى الجبن الصلب الموجه للتصنيع لتحويله من قبل وحدات الإنتاج ببرج بوعريج والولايات المجاورة واستعماله في صناعة الأجبان. مختصين يعني في جمع حليب البقرة وتحويله إلى عدة أنواع من الأجبان، اللي هي عندنا مثلا الأجبان المضغوطة مثل الشيدر والجودة والمصدم والإيدام، وعندنا ثاني الأجبان اللينة مثل العجينة اللينة نوع كامومبير، وعندنا الأجبان الطازجة اللي هي مثلا كالأجبان فرماج فري يعني بالاعشاب وبالزيبيس يعني تاع الاخر طبيعيه وكل شيء طبيعي. هي الفكره يعني كانت تبلورت يعني في المرحله الجامعيه، زولت دراستي ثاني في الخارج في اوروبا، تخصصت مليح في هذا المجال. في ظل الطلب المتزايد عليه من قبل منتجين آخرين تسهر هذه الوحدة على جودة المنتوج، خاصة وأنها عملية حساسة تتطلب تحاليل مخبرية على عدة مراحل. الانطلاقة تاعنا كانت في 2021 أو آخر 21-22. الجودة اللي كانت في 2022 وفي ذكا في 2024 راهي تحسنت بالبزاف، يعني ولينا ننافس هذا المنتوج اللي راه يستورد من هي، لأن هذا هو هدفنا. المصالح الولائية ومنها البيطرية هي الأخرى ترافق مثل هذه المشاريع وتسهر على سلامة ونوعية المنتوج، خاصة فيما تعلق بالنظافة. المصالح البيطرية للولاية ترافق هؤلاء الأشخاص منذ تنشئة وحدات الإنتاج تاعهم، خاصة لأنها راح تكون وحدات معتمدة من طرف المصالح البيطرية. هذا الاعتماد هو سيتون غارونتي لو برودوي فيني، يعني هو أمان مصالح البيطرية لهذا المنتجات النهائية اللي هي عبارة عن أجبان. نثمن هذه النشاطات لأنها راح تزود السوق المحلية وتعطي نوع من الإنتاج المحلي، لما لا التغطية يعني المحلية، ويمكن حتى عندنا يمكن لما لا مصانع أخرى يمكن أنها يعني تصدر فيما بعد المنتوج النهائي تاعها، لأنه نعرف من منتوجات راهية تنافس علامات يعني وماركات عالمية. ككل مستثمر يهدف إلياس إلى توسيع مشروعه بالشكل الذي يلبي طلبات زبائنه، خاصة إذا ما وجد الدعم اللازم، كما أن طموحاته تتعدى ذلك إلى فتح مجال التكوين للراغبين في التوجه نحو هذا النشاط ونقل خبراته ومعارفه الأكاديمية والميدانية. طمح أن نتوسع لأن بإمكاننا، لأن هذه المادة اللي رانا نصنع فيها واللي هو جبن الشيدر هذا اللي هو الجبن الموجه لإعادة التصنيع من طرف المحولين المحليين هذو، رانا نجم نطلع في حتى 1 مليون لتر في اليوم، لكن مش في هذا المكان هذا، لازم في المنطقة الصناعية أو يعطيونا أرض فلاحية كبيرة نستثمر فيها في تربية الأبقار حتى 1000-2000 رأس بقر لإنتاج الحليب. هي مشاريع بسيطة لكنها تسهم حتما في خلق نماذج للصناعة التحويلية وخلق الثروة وامتصاص البطالة.